اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده طعمها مختلف وشكلا ولونا. النهارده معانا فرخه لطيفه جميله، واحنا اكلنا الفته في الشهر الكريم بطرق مختلفه، فانا حابب اعمل النهارده فته. مش هقول بايه طبعا لان احنا معتادين من بدايه الشهر اللي بيكون المنيو وبيقول المنيو طبعا ضيفي اللي بيكون معايا، فاحنا معانا الماتيريال، معانا فراخ ومعانا روزماري، شعريه، مشروم، ملوخيه طازه مفرومه لسه في الحال، ومعانا شويه قشطه بلدي مع عجينه جلاش وشويه مكسرات. من خير ايدك يا فندم، ربنا يزيدك يا رب. هتعمل لنا ايه النهارده؟ هنعرف المنيو ده طبعا وتركيبته من ضيفي دايما اللي بيشرفنا في البرنامج بتاعنا من نجوم شاشه القناه الاولى مقدمي نشره الاخبار وصباح الخير يا مصر. ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الحلقه ليا نصيحه عايز اوجهها لحضراتكم. احنا في العشره الاواخر من الشهر الكريم، امسك المطبخ بتاعك يا ست الكل وهند بيه. مش عايز في اخر خمس ايام دول تنزلي تشتري حاجه من تحت. امسكي الثلاجه فرغيها، امسكي ادراج المطبخ نزليها في المطبخ، وابداي اعملي المنيو من المكونات ديت. ليه؟ مش توفير ولا حاجه، هو عدم تبذير. يا اما هتسافري، يا اما تروحي لماما، يا اما اروح البلد نعيد على حبايبنا، يا اما نقضيها في صحات، فمش هنقف في المطبخ كتير في ايام اجازه العيد، فمش عايزين حاجات تتركن في الثلاجه. هي دي، انا بعمل الكلام ده ببيتي، ودي نصيحتي اللي انا بوجهها لحضراتكم، وده الطبيعي. انا مش عايز اطول حضراتكم لان معانا ضيفه جميله متالقه النهارده، هنعرف هي مين معانا ان شاء الله بعد الفاصل. اوعى تروحوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وبالتاكيد حضراتكم عايزين تعرفوا ضيفه النهارده زي ما قلت لحضراتكم متألقة دايما على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. بنستمتع بالثقافة، بالعلم، باللباقة والشياكة والأناقة، مذيعتنا المتألقة الإعلامية الأستاذة نهى توفيق. اتفضلي يا أستاذة نهى. مساء الخير. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب يا شيف. ازاي حضرتك؟ وحضرتك طيب وبخير يا رب. اتفضلي يا ست الكل. ازاي حضرتك؟ مكانك وبيتك ومطرحك. أكيد مسبيرو. أهلا، العفو طبعا، مسبيرو هو بيتنا كلنا، هو البيت الكبير بالفعل، ودايما بيخرج منه الرؤيه والفن والابداع والمطلقين اللي بيشوفوا معانا كل القنوات كلها. اشكرك يا ست، شكرا لحضرتك يا كل سنه. اهلا بيك وحضرتك طيب. خير يا رب يا رب دايما مصر وشهر بخير. وشهر عدى بسرعه جدا يعني، انت عارف والله العظيم انا شخصيا في حياتي عدى ما اعرفش ازاي حقيقي فعلا. لمح البصر كده الواحد بيحس انه لسه ما استمتعش، لسه ما خدش، ده احنا لسه بنقول يا هادي الجرعه. حقيقي فعلا. بدانا نعمل كحك العيد وبسكوت العيد، سبحان الله الايام بتجري. بصراحه لا يعني لا ما جربتش قبل كده كده بس انا للاسف الكحك لا عمري ما جربت. عمري ما جربت. ماما ممكن تعمله، لكن انا عمري ما جربت اعمل كحك الحقيقه يعني. طب كويس، احنا ممكن نعمل اي حاجه لطيفه بدل الكحك يعني، اي نوع حلويات. بالظبط بالظبط بالظبط. انا معايا منيو النهارده. في سؤال دايما لما بيجوا الزملاء من طبعا النجوم اللي بنشوفهم على الشاشه، هو اللي بيحط لنا المنيو بتاعنا. انا شايفه ما شاء الله حاجات كده تفتح النفس. ملوخيه طبعا، في فرخه، في شعريه، يبقى في رز اكيد. في جلاش، عجينه جلاش، قشطه مكسرات، بالظبط، وماتيريال ومكونات يعني موجوده في اي بيت. بالظبط، مش حاجه غريبه. بالظبط، هي تختلف في الاسم المسمى بتاع الاكله. اذا معانا ملوخيه ومعانا فراخ، وعشان انا بعزك وبحترمك جدا. شكرا يا شيف. وانت استاذتنا، كتر خيرك. انا معايا عيش متكسر. اظن كده الاجابه معروفه. فتة على طول كده، يبقى فتة على طول. جبتها لك على بلاطه. عيش متكسر، يبقى فتت الملوخيه بالدجاج. حاجه جميل. جديده يعني. بس هنعملها ازاي بيه تفاصيلها هنشوفها. فتت الملوخيه بالدجاج، يعني عارفه فتت اللحمه العاديه اللي احنا بنعملها دي جديده عليا بصراحه. ده هتشوف. نشوف بقى. يعني بنسلق الفرخه ونغذيها بكده جرنيه كده وتاخد طعم شوربه حلوه. نعمل من الشوربه الملوخيه والطشه، وناخد من الشوربه دي نسقسق العيش، وبعدين نحط شويه رز عليهم، شويه ملوخيه، والفرخه دي تتحمر. تقطع 8 10 بقى تكفي عيله. البركه. اكله امي يعني بركه. ونرصها على الرز والملوخيه. البركه. والله عندك حق يا شيف. البركه فعلا. ليه لما بعمل نفس المقادير اللي ماما الاكله اللي بتعملها ما بتطلعش بنفس النفس؟ ما بتطلعش. مزبوط. سبحان الله. فبحس انه هي البركه. حلو. هي هو التاتش ده، التاتش اللي بيدي اللي الاكله طعمه والريحه اللي هي بتشتغل بدون مقادير، بدون سبحان الله ولا أي حاجة. فعلا حقيقي. وانت عارف اكله الملوخيه طبعا اكله مصريه من الاكلات اللي مش بتتوثق، ده العالم كله اتعلم ياكلها من ايدينا. اليابانيين عملوها كبسولات وياخدوها كل يوم الصبح دلوقتي على الريق. لا والله. والله العظيم المعلومه دي بجد. هم اذكياء ليه يا فندم؟ والله من كبسوله الملوخيه دي. يا نهار ابيض، ايه سر الملوخيه يا شيف؟ الملوخيه بتساعد على الهضم،
قيمتها الغذائيه عاليه جدا. سهله المضغ، كبار السن، اطفال. انا عندي بنوتي بتموت فيها. احنا كمان في البيت يعني بنحبها جدا. عايزاها تسكت، اقول لها نامي هناكلك ملوخيه بكره. بس ايه السر اللي بتخليها كل مره معاك تطلع ناجحه؟ الشوربه بتاعتها لازم نهتم بيها قوي. الشوربه محدش يغطيها وهي بتغلي على النار. يعني في تفاصيل كده هي اللي بتخليها ناجحه يا فندم. لا ده حضرتك الاستاذ. اشكرك. باقي المنيو عندنا عجينه جلاش وقشطه ومكسرات وسمنه بلدي. هايل هايل. طب خلينا انا مع الجلاش، ايه رايك النهارده؟ يبقى صينيه جلاش بالقشطه. خلينا انا مع الجلاش وشعريه ومشروم. ماشي. بما ان المشروم بروتين نباتي لطيف فهنعمل شوربه الشعريه بالمشروم. بس التوليفه دي غريبه برضو عليا. حلو. الشعريه بالمشروم. بالمشروم يعني اللي مش بياكل فراخ واللي ملوش اقباليه على اللحوم وشويه فيجيتيريان. فاحنا ادينا له الشعريه بشوربه اللحمه وشوربه الفراخ مع مشروم. على فكره دي وجبه، يعني دي وجبة. هي لوحدها كده وجبه. خلاص ياخده كده ويتفرج ويفتح التلفزيون القناه الاولى وخلص. بالظبط كده اهو. يا حبيبي الجماهير وحبيبي الفقير والغني طبق فول. الله. والقدره الصغيره بتاعتي الجميله الحلوه دي. عارف يا شيف انا لازم يوم في رمضان وافصل عن اللحوم والفراخ وكده واكل فول بالقوطه. يا دي بقى مزاج. حلال والله العظيم. انا عامل لك النهارده فول بالقوطه يا اسكندريه. اسكندريه؟ لا خالص. القوطه دي اسكندريه. مش عارفه بس انا بقولها كده دايما. فول بالطماطم النهارده والكزبره. طيب احنا مش هنطول على الساده المشاهدين، احنا لازم نستقبل ضيفنا طبعا وضيفتنا النهارده والترحاب الجميل. نعمل الاول حاجه هنبدا بيها الملوخيه وفته، لها تفاصيل كتيره واكله صعبه، يعني عيش، يعني ملوخيه، يعني فراخ تتسلق، فيها غلبه شويه. وانت حضرتك تساعديني. انا يعني تحت امرك. أشكرك. انا تحت امرك. اتفضل. تحب يلا تعمل الحلو؟ خليني انا الحلو يعمل الحلو. الله يخليك. اتفضل. عجينه جلاش وقشطه ومكسرات. تمام. طيب احنا معانا هول القشطه. هنستعد ونلبس بقى المطبخ كده والجلابسات والصينيه اللي هعمل فيها. هنعملها عينيه، كل حاجه اجيبها لك دلوقتي. انا المساعد بتاعك. لا يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الصينيه واحلى سمنه بلدي، لان السر في الجلاش والكنافه السمنه البلدي. ظبطت السمنه الحلو حقيقي طبعا. فعلا فعلا السمنه البلدي بتدي ريحه رهيبه. وادي يا ستي كل السمنه. حضرتك كده. وعلى فكره بقى طلعت ان السمنه البلدي من الحاجات الصحيه جدا في الاكل. عكس ما كانوا على فكره بيقولوا. الدكاتره التغذيه بينصحوا بيها. بس تكون سمنه بلدي. أيوة. دون التدخلات لمواد اخرى. بالظبط. ومش نكتر يعني. خلينا كده برضو في الخفيف يعني. في السمنه. أيوة. ست الكل. تمام. طيب انا عايز اسالك بقى على حاجه. بس بقى لا لا انا هعيش في البيت في المطبخ بقى. ده انا هعيش النهارده. طيب عايز اسال حضرتك بقى على حاجه. سمعا وطاعا. دايما والله كنت بفكر فيها. البدايات يا شيف. يعني ايه؟ يعني الواحد يعني مثلا انا وانا صغيره كنت دايما اقف قدام المرايه وامسك المايك واقعد قال يعني بقى ايه اهلا بيكم مشاهدينا وحاجات كده. فالموضوع فيه شغف من جوايا من زمان. حل. تمام. وسعيد بقى للهدف ده وسعيد لل انك تحقق حلمك وهدفك. البدايات معاك كانت ازاي يا شيف؟ سؤال صعب. والله. حبي للمطبخ تقصدي. البدايه. البدايه. ايه اللي خلاك توصل لهنا للمكانه دي؟ دي. ليه؟ حب الشغل ده رقم واحد. يعني حبيت العمل ده. رقم واحد والدتي رحمه الله عليها لعبت دور الله في الموضوع. ازاي بقى؟ انا كنت احب اخش المطبخ معاها. والله هو ما كانش في مطبخ، انت عارفه الريف البصري، بس انا احضر والدي كان يساعدها في الخبيز. يعني بعد ما تخلص العجين وتخبز العيش كانت تجيب البصل تحطه في الفرن. ساعة زمن تلاقي البصل ده حاجة تانية. تجيب شوية بطاطا اللي هي البطاطا الحلوة. الله. وتحطها في الفرن بعد الخبيز. تلاقي البطاطا طلعت حاجة تانية. فهنا الاستمتاع بالطبيعة. فتولدت جوايا رؤية الحاجة قبل وبعد. من هنا جت حب للمطبخ. الله. البطاطا بتشوفها عند راجل فكهاني فيها طينة وفيها حاجات غريبة. فجأة تلاقيها حلوة ومسكرة وتعملها كذا صوت. فهمت. يعني هي البيئة اللي طبعا هي اللي بتصنع الانسان. بالظبط. بتصنع ثقافته. ادي موجود. والشغف بقى كان موجود. طبعا بقى بعدين ناخد فلوس هو اللي مشاك. ونقبض فلوس وبتاع فانا اشتغل طبيعي. طيب مقادير الملوخية فتة النهارده، ودي حاجة جديدة مش معتادين ان احنا نعملها، واحنا كلنا عارفين الملوخيه من الاكلات المصريه الموثقه في موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه، ومحدش يقدر يقول غير كده، واللي يقول غير كده يقطع له ايده. طبعا ملوخيه بالارانب، ياكلها الصين، ياكلها في اليابان، ياكلها في اي مكان، هي مصريه ثم مصريه ثم مصريه. بالظبط. مقاديرها على الشاشه. معانا فرخه لطيفه وجميله زي الفل، وزنها تقريبا كيلو،
معانا عيش متحمص، معانا ملوخيه، معانا حل على النار فيها بوكي جرنيه زي الفل. هنبدا الاول نسلقها مع بعض. طبيعي يا استاذه نهى، الفرخه دي لازم تكفي العيله والصحاب. فنقطعها 12 قطعة. هايل هايل. انا دايما بيعجبني في البرنامج بتاع حضرتك انه برنامج واقعي. ده السؤال ده بقى اللي عايز اساله لحضرتك. واقعي. عايز شهاده من الاعلاميه المتالقه استاذتنا استاذه نهى توفيق، ايه رايك في برنامج اكله امي او برامج الاكل عموما يعني؟ عشان برضه طيب. خلينا نبتدي كده من اسم البرنامج. الاسم يفتح النفس. أكلة أمي. يعني اللي هي الأكل اللي مش ممكن ننساها بالظبط كده، اسم يفتح النفس. طيب تاني حاجة، إن حضرتك بتستخدم المقادير اللي موجودة عندنا في كل بيت. هو ده. مفيش يعني افتحي مطبخك افتحي تلاجتك هتلاقي كل حاجة. بالظبط كده. حلو. طريقة عمايل الأكل برضو سلسة وبسيطة، وأي حد ممكن إن هو يتعلم بسلاسة وبساطة وسهولة من حضرتك. فدي حاجة طبعاً. إيه مميزات جميلة. والبنات اللي لسه مثلا على وش جواز، اللي هم ايه لسه بيتعلموا، يقدروا ان هم ده مهم جدا. وبمناسبة البنات اللي هم بيتعلموا، ولاد حضرتك بتدخلوهم المطبخ؟ سؤال محرج. لا جد، انا يعني لازم تعلميهم ولا هم مش شويه يعني ممكن مثلا لو طلبت منهم حاجه ممكن يعملوها، بس ايه يعني حضرتك عارف برضو جيل اليومين دول. اصل المطبخ ده بالنسبه للبنوته بالنسبه للست هو ده مكانها الاخير. ده تبقى دكتوره، تبقى مهندسه، تبقى اعلاميه. المطبخ في الاخر برضو اساسي. بصراحه طبعا. ومهم حتى الولد على فكره، مهم ان هو يتعلم ازاي يطبخ حتى لو اكلات بسيطه لنفسه. ما نعرفش الزمن فيه ايه، يقعد لوحده ويسافر كذا، فيبقى حلو برضو ان هو يعتمد على نفسه. ده مهم جدا. طب تشرح لنا بقى ست الكل صينيه الجلاش دي بتتعمل ازاي؟ طيب احنا طبعا بس شيفه دلوقتي. انا شيفه. قولي لي صينيه الجلاش بتتعمل ازاي؟ طيب مقاديرها طبعا المقادير زي ما حضراتكم شايفين، الجلاش الكريمه او القشطه. بس محتاجه بقى اعرف المقادير بتاعه القشطه من حضرتك بتعملها ازاي؟ نقول الاستاذه نهى توفيق هتقول مقادير صينيه الجلاش بالقشطه والمكسرات. تمام. ولازم حضرتك زي ما موجوده قدامك كده. طيب هي اللي قدامي الجلاش. حلو. القشطه والمكسرات اهي. تمام. حلو. بس حضرتك بتحط المكسرات القشطه دي في طريقتين لعملها. ممكن نعملها بحليب ونشا تبقى لطيفه وجميله. وتاخد سكر وتاخد معلقتين سمنه بلدي تحولت لقشطه. دي قشطه كدابه يعني واخده حليب وسكر وزي الفل. ممكن نجيب الحليب نغليه ونعمله عمليه رج جامده يعني. وفي الاخر يسيبه لما نبرد وناخد القشطه بتاعته من على الوش. جميل. دول الطريقتين الاسهل اعتقد دي. اللبن بالنشا اقتصاديا واسهل وطعمها حلو ومعلقه سمنه بلدي تحولت لقشطه. مش بتحط فيها سكر؟ بحط سكر قليل جدا لان صينيه الجلاش هتشرب شربات بعد ما تطلع من الفرن. تمام. فانا عايز يحصل مزيج ما بين الشربات والحلاوه او السكر اللي موجود في القشطه. طيب تمام. تفاصيل يعني. تمام. لا في تفاصيل مهمه. طب والمكسرات يا شيف بتحطها فوق الوش ولا؟ نحطها مع القشطه. هنقلبها. انا بحب يعني جوه القشطه. جوه القشطه. جوه القشطه. يعني احط ده مع ده واقلب. انا هجيب لحضرتك معلقه كده. ماشي. احنا هنحط طبعا مش ايه نص لفه الجلاش. ايوه. وهنحط شويه المكسرات دول هنا كده. بالظبط. ماشي اهي. انت بتخش المطبخ طبعا اكيد يا استاذ. ده انا بحب المطبخ قوي يا شيف. قولي لي في سؤال دايما بساله للزملاء، حضرتك في بدايه الشهر بتتعزمي ولا بنعزم؟ لا بصراحه في البدايات بتعزم. طبعا اول يوم عند ماما. بعد كده بقى القرايب والصحاب وكذا. وفي الاواخر يعني شويه ممكن. انا بقى ايه هي اكله امي مهما اسافر مهما اروح مهما اجي. رحت جيت هي اكله امي مفيش غيرها. والله يا شيف كل حاجه ماما بتعملها تحفه. تحفه. ده الطبيعي. بس في اكله ما باكلهاش غير من ايدك بس يا ماما. ما باكلهاش غير من ايدك. تخيل ماما بتعمل البصاره حلوه قوي. تخيل. يعني ممكن ناس كتير يعني من الشباب مثلا ما يعرفوش البصاره. لكن لا البصاره ماما بتعملها تجنن. وما فكرتيش تتعلمها منها؟ ومهما تتعلمي مش تعملها زيها. لا خلي بالك. لا. انا لا. والله العظيم طعم البصاره بتاعت والدتي مش كده؟ ما انساهوش رحمه الله عليه. البصاره من الاكلات المصريه برضو. اللي ستات البيوت في الصعيد المصري والريف المصري لها اساسياتها ولها قواعدها. ومش ممكن يعني لهم بتغير مقادير الفول يتقع ويتسلق، الخضار بيجي منين، الملوخيه الناشفه، حاجات لطيفه. الفول الفول بيطلع من ايديها طبق الفول. حاسس بيكي.
بيطلع سكر والله العظيم. حبيبتي طلعنا فاصل استاذ نهى بعد اذنك، ناخد فاصل مشاهدينا ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اكون بس قلبت القشطه بالمكسرات. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع ضيفه المتالقه ثقافه علم تالق المذيعه الاعلاميه الشهيره الاستاذه نهى توفيق، غنية عن التعريف. الله يخليك يا شيف، ميرسي على التقديمة الجميلة وكل حاجة. إعلامي جدا، ده إعلامي أصيل. حبيبتي شفت ريحة الفراخ بقى؟ شفت هنا؟ شفت الشغل؟ الله الله الله. حبهان على هي على ورق لورا وقرنفل فلفل أسود مجروش، تديكي شوية شوربة هم شخصية الملوخية. بالظبط. الملوخية ظبطت. يبقى الملوخية هتظبط. الملوخية الشوربة ما ظبطتش تبقى الملوخية مش هتظبط. طب كويس، عشان برضو نعرف إيه التفصيلة المهمة. ونيجي بقى للجلاش بتاع حضرتك. لا انا طبعا خلاص قلبنا المكسرات بالقشطه. تمام. وبما اني بعمل حلو يا شيف، ايوه، فانا بص بقى انا مشهوره هنا في القناه ان انا دايما في اي مناسبه شفت في العزومه شفت. ايوه بس لحقت ولا ما لحقتش؟ لحقت والله العظيم. انا اكلت بايدك حلويات جميله، اكلت قدره قادر بايدك اكلت ازايها. طيب والاستاذه طبعا الهام حبيبتي عملت لنا محشي أستاذة. رهيبه رهيبه استاذه رهيبة. استاذه في المحشي في كل الاكل كل بصراحه الأكل. هي نفسها جميل ما شاء الله عليها. لا العزومه بينت خبره الزملاء بصراحه. طب هاي كل واحد جاب مجهود على الاستاذ احمد عوض، كل واحد بمجهوده. هاي وبما ان انا مع حضرتك النهارده فكان لازم اعمل لك قدره قادر. عملها لنا في البرنامج. ايوه حالا. اوه المفاجات. ميرسي اشكرك. اتفضل. ده انا بموت فيها بجد. دي قدرة قادر فيها كل حاجة، فيها رائعة، فيها الكريم، الكريم كراميل والكيك وكل حاجة. لا لا ايه رأيك؟ شوف التماسك وشوف على فكرة الحب باين فيه، حاجة معمولة بحب جدا بيدي. والله عاملاها فعلا بحب والله العظيم لحضرتك. شكرا جزيلا. الله يخليك. دي هفطر بيها النهاردة. تفطر بيها وتقول لي رأيك ايه، هستنى تليفونك تقول لي. انا بعزم عليها صحابي كمان بس عارف. اتمنى تعرف تخرج بيها من المبدأ. عامل جابر هيأمنني. ايوه. طيب انتوا عارفين ليه اسمها قدرة قادر الأول؟ السادة المشاهدين طبعا استاذة نهى تعرف ليه اسمها قدرة قادر؟ انا عارفه. احنا عايزين التليفونات والاتصالات تقول ليه سماها قدرة قادر. يلا اللي يعرف يقول لنا، ومعانا الاستاذة نهى اللي عاملاها هي هتقول صح ولا غلط. لماذا سميت قدرة قادر بهذا الاسم يا مشاهدينا؟ اللي هيعرف يتصل بينا. طبعاً وليه عندي واحده، ايه رايكم؟ تسمح لنا مخرجنا الكلام معانا. وهعمل له واحده بعد اذنك. الهديه دي هنا اهو زي الفل. تسلم ايديكي. تسلم. مش محتاجه. تسلم. انت عارف في ناس بتعملها بالشوكليت وفي ناس يعني بتعمل كده شويه تجديدات فيها، بس دي الطريقه الاصليه. في وسط الجروب وفي وسط الزملاء استاذه قدرة نهى قدرة قادر. نهى قدرة قادر. حلو الاسم ده على فكره. مش كده هو؟ نهى قدرة قادر. نهى قدرة قادر. تسلم ايديكي. دي الطريقه الاصليه اللي هي بدون اي بقى ايه الحاجات اللي مكسبات طعم. يعني دي الحاجه اللي هي الاساسي بتاعتها. تسلم ايديكي. الله يخليك. الشربات ظابط ولونه ظابط. مفيش اي كومنت. الله يخليك يا شيف. بالهنا والشفا يا رب. دي هديه قيمه. الله يخليك. احنا دلوقتي طبعا هنحط القشطه هي على الجلاش. حضرتك هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي هبدا اشتغل في الفته. عندنا الملوخيه خلاص، انا بس عايز اخد شويه شوربه اخليهم يشاركوا في الشعريه بالمشروم اللي هنعمله. شفت بقى التركايه من نفس الحله. هعمل دلوقتي شوربه الشعريه بالمشروم. يعني مش هتحمر الاول الشعريه في سمنه او في زيت؟ هديها تحميره سنه صغيره. هنتحمر بس وبعدين انزل عليها بالشوربه والمشروم دي. والمشروم بينزل معاها على طول. مش هنحمر المشروم كده كده ما بياخدش وقت في السوى لانه كمان طازه وفريش وبتاكل ني على فكره. والله ده ممكن تتحط عليه زيت زيتون وعصير ليمون وقلفانه وشفا. والله اول مره اعرف تمام. ده المشروم ده طازه. زيت زيتون، عصير ليمون، سنه ملح صغيره، يخش في السلطات بقى يخش في السلطات كلها مع شويه كينوا بقى وشغل الهيلثي فود ده بقى موضوع تاني. طيب تمام. مقادير الشوربه على الشاشه. تمام. نبدا نشتغل فيها مع بعض. شعريه، بصل، ثوم، مشروم طازه. ما لقيتيش المشروم الطازه هاتي علبه مشروم. بس نصيحه كبيره يا استاذه نهى، لما نشتري المعلبات علب فول، علب مشروم، علب فاصوليا، علب ذره، الحاجات الصغيره اللي الاولاد بيحبوها، نشوف المنتج وتاريخ الصلاحيه. صحيح. ممكن يتلاعب فيه حسب الضمير هنا. طب نعرف هي حلوه منين؟ نفتح العلبه وفي لحام في العلبه من جوه. اللحام ده ما فيهوش صدى ومش باين في العلبه، تبقى تاريخ الصلاحيه تمام والحاجه 100 100. اللحام ده فيه صدى وباين منه حاجات
غير رؤيه العين اللي انت فاهمه تطلع الوان شكلها غريب كده العلبه ارميها على طول والله. لان في اكسده هنا وفي حاجات احنا مش عايزينها. يبقى اي صدى في العلبه نرمي العلبه على طول. تصنيع تصنيع سوء تصنيع ده بالظبط. ريحه مش ده بالنسبه للمعلبات للساده المشاهدين بالظبط كده. نص لفه الجلاش وبعدين بنحط طبعا في النص القشطه بالمكسرات، خلطنا بيها المكسرات حلو. وهنحط بعد كده طبقات التانية من الجلاش. نيجي بقى للعسل وهو سؤال حضرتك. هو الشربات وهنا ساسكت قليلا لأن هنا وقفة لأنه لازم الشيف هو اللي يقول لنا عليه. الشربات كوبايتين سكر كوباية مية. تاني يا شيف. كوبايتين سكر. كوبايتين سكر. مع كوباية مية. كوباية مية. ولازم يكون سكر أبيض. تمام. ونحطهم في الحلة على النار. بس السكر داب مع المية بننزل بنص ليمونة أو عود قرفة. تمام. لا عايزين ليمون ولا قرفة نحط فانيليا. معاكي ثلاث اختيارات الطعم. الليمون أحلى حاجة. الليمون أولا بيدي قوام للشربات ويخليه شوية. لا أنا هقول لك بقى حاجة بيعقدها. بيعقدها. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ شفت أنا قلت متألق. بيعقدها. هي بتختبرني. أيوه. شفاية أهو. شفاية. تمام زي تسلم إيديك. تسلم. فعلا الشربات عشان يقعد معاك الأستاذ مصطفى اللسان بيبقى ناعم وخفيف، حط نص ليمونة وخليه ياخد غلوة مع الشربات، وما يغليش أكتر من 8 دقايق و10 دقايق ماكسيمم لكوبايتين مية. بالظبط. خليه يغلي كتير هيفك. الشربات لو سبتيه على النار كتير هيفك. يعني يغلي أكتر من 8 دقايق. طب أعرف القوام المظبوط بتاعه لما يبقى إيه؟ يعني هو ده سؤال حلو، بص بس تكون. إيه ده؟ ده أنا في موضع الخبر. بص الشربات أول ما تمسكيها كده يطلع معاكي ما يقطعش. تمام. شفت ايوه ينزل يا فندم مش زي الميه بالظبط. بص شفت ازاي اطلع بيه كده. دي رقم واحد. رقم اتنين الحاجه اللي بتغرفي بيها زي العسل كده. علم على شكل الستانلس او الجسم بتاع المعلقه اعرفي انه خد القوام بتاعه. تمام مفهوم. تبقى بتغرفي معلقه عسل كده وتعلمت مكان ما بتنزلي اعرفي ان هو الشربات 100% كده. تمام. وشربات الكنافه غير شربات البسبوسه غير شربات لقمه القاضي غير شربات العوامات، يعني مختلف في القوام بس. بس فهمت. تمام فهمت. طيب نرجع لموضوعنا. هنقلب الشعريه مع معلقه سمنه بالشكل ده كده. مش لازم تاخد لون يا استاذة نوح. الشعريه مش لازم تاخد لون. تمام. تحميصه كده بسيطه تقطيع على المشروم الحلو ده كده. ايوه. الوقت الحلقه بيجري بسرعه. انا يعني عارفه اللي هو ايه، بتبقى عايزه تعملي كل حاجه. أنا انت بتخش المطبخ استاذة نوح ممكن تكون مثلا في موضوع مضايقك، في مشكله ما. ده تفريغ طاقات من الدرجه الاولى. والله العظيم تفريغ طاقة جدا حلو. انا بيعجبني قوي ده. والله العظيم بنسى وبفصل كل حاجة. بتطلعي الطاقة في الأكلة اللي انت بتعمليها حقيقي. الواحد بيفصل جدا وهو في عنده قدرة ان هو ياكلها كلها. ايوه بالظبط. على فكرة هي فعلا تحس انك مش قادر يعني نون ستوب، مش قادر تقف من كتر ما هي. بس تانية شكرا. بس هي على فكرة تحس ان هي بقى سكر ومش عارف ايه، بس هي لا خالص تبقى خفيفة. عشان كده انصح اللي ياكلها ياخد طبق ويبعدها عنه يعني عينيه عشان ما يلاقيش. انا بعمل كده مع الحلويات في رمضان يعني اخد اللي انا عايزه في طبق صغير واركن الباقي أيوة عشان ما ابداش اكمل واعيد الطبق مره واتنين. هنقلب المشروم مع الشعريه بالشكل ده كده، ولازم الشعريه ما تتحمرش كتير علشان ما تلونش لون المشروم. خدت بالك من التركيه دي يا استاذ انور؟ ما تلونش لون المشروم. المشروم بطبيعته لونه ابيض. تمام. فاحنا الشعريه بتخليها تاخد لون فاتح شويه مش زي رز بالشعريه. ونزل بالمشروم نقلبه مع بعض وبس. نيجي بعد كده بناخد من الشوربه دي نحط يعني. حلوه قوي. سهله وبسيطه. الشعريه هتديني شويه نشويات. النشويات دي هتدي قوام للشوربه. خلص الكلام. طيب هايل. طلعينا فاصل يا استاذه نهى بعد اذنك. طيب مشاهدينا خلوكم معانا وهنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نشوف. الله على الريحه، الله على الريحه. الشوربه مشروم شعرية وشرب. نرجع بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الأخيرة لولادة فتة الملوخية بالدجاج. نقول فتة الملوخية بالدجاج ولا فتة الدجاج بالملوخية؟ لا الملوخية بالدجاج. الملوخية ذات قيمة ذات شخصية أقوى من جداً الفراخ. جدا صحيا كمان جدا ومصريا جدا. الفراخ أي حد ياكلها. طيب
استاذ روح، ايه اخبار الجلاش؟ الجلاش خلاص خلصناه، قطعناه قبل ما ندخله المربعات طبعا قبل ما ندخله الفرن، ومن فوق الوش هندي يعني لمسه سمنه بلدي كده حلوه وندخلها. قليل السمنه في الحلو يعني شويه بحاول بس زي ما قلنا كده بنصح كل الامهات يعملوا الحلو في البيت. والله حشوات سكريات سمنات. والله العظيم فعلا احلى. قبل واحنا في الفاصل الشيف على فكره مشاهدينا كان قاعد بيغني، هيخليني اساله دلوقتي. لما تخش المطبخ بتغني ايه يا شيف؟ بص بس الكل، انا لو ما دخلتش شربتي القهوه بتاعتي وشغلت الاغنيه اللي بحبها تاخدي مني احلى شغل. ايه بقى الاغنيه اللي بتحبها؟ عبد الحليم. الله، ايه اكتر اغنيه بتحبها له؟ عينيا زي الفل اهو، شفتي لما يقول لي بقى؟ بيقول ايه عبد الحليم؟ بتحب ايه اكتر اغنيه؟ كل اغانيه طبعا حلوه، بس في اغنيه حلوه اللي هي ابي فوق الشجره. الفيلم ده لما بتيجي الاغنيه بتاعت الفيلم نفسها. ايوه بتحب فبتعمل معايا حاله حلوه. انت عارف انا بحب نجات. نجات بحب نجات قوي. حلو. لا بص، مهم جدا لما تخش المطبخ ويكون ليكي كده سنس فني حلو. حس فني حلو مع المطبخ ومع اللي بتسمعيه. اصل فعلا فن والله. يعني المطبخ ده مش طيب. شيء يعني قاسي يعني، بالعكس. طبعا انت فاجئتيني وقدمتي لي قدره قادر. وانا اتفاجئت على الهواء والله العظيم. ما اعرف، ميرسي والله يا شيخ، جميله جدا. الله يخليك يا رب، تدوق وتبقى زي الفل. نورتينا النهارده. تسلم. احنا هنعمل لحضرتك مفاجاه. ايه هي؟ خير. مفاجاه يعني، مفاجاه. هو شهادته طبعا مش مجروحه في الاكل بقى والدور اللي بتقومي بيه على الوجه الاسري والعيله. هنشوف هي مين. نشوف المفاجاه مين. ايه مفاجاه ايه؟ يعني هي بنفسها عايزه تيجي هنا تشكرك وتبوس ايديك. مين هو ده الكلام؟ اتفضلي يا قمر، يا عسلايا، يا سكرايا. ايه ده؟ كوكا. كوكا 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 كوكتي كوكتي التقاء كوكا الاموره العسوله بمامتها. بوسه. تسلم ايدك يا شباب. اتفضلي. ازيك يا كوكا؟ خليكي واقفه ما تقلقيش. ليه دخلك هنا؟ لا عايزين نسمع الصوت والرقه والحلاوه دي. يلا كلمني. طلعتي قبل كده على الشاشه؟ حلوة. مين ازاي كده دخلت هنا؟ يعني. ايه اللي حصل؟ اتفقوا معاكي؟ كوكا قولي لي، عايزه تبقي مذيعه شطوره زي ماما؟ بجد؟ يعني امنيتك تكوني مذيعه شطره. قال لك اضرب قالب القدره على فمها تطلع البنت رمبار. ايوه مش المثل بيقول كده؟ هي دي بتطلع استاذه. بس كوكا بقى انا هشتكي لك من هاشم. اتفضل. علاقتها بالاكل مش لطيفه، يعني فين وفين لما بتاكل اي حاجه كده. كل البنات الصغيرين كده. طب اعمل ايه بقى؟ بنعمل لهم قرقوس عشان ياكلوا. ايه بقى؟ يلا اتفضلي يا كوكا. طيب. كوكا بصي احنا خلصنا اهو صينيه الجلاش. كاميليا طبعا هو الدلع. كوكا هي الاسم الكاميليا. ايمن معانا المذيعه المستقبليه. ان شاء الله المذيعه المستقبليه كاميليا ايمن. شفت ماما عملت ايه؟ ايه رايك؟ حلو؟ ماما شاطره في المطبخ؟ قولي تخشي تساعديها؟ عسل. تخشي تساعديها؟ بتعملي لها ايه؟ ساعات تكسر البيض في الطاسه. لا بتعمل كريب. قولي للشيف بتعملي الكريب ازاي؟ بتعملي الكريب ازاي؟ قولي لي. طب تعالي قولي لي بتعملي الكريب ازاي؟ بيض وسكر. بيض وسكر وحليب ودي. ما شاء الله، ده في السن ده وتعرف المقادير دي قدام الجمهور. دي يعني يجي منها جدا. الثبات الاعلامي. اتفضلي يا كوكا. اتفضلي يا عسل. كاميليا تعالي وقفي جنبي. تعالي. هي حافظه. طيب خلاص. يلا ايه الحلاوه والجمال ده؟ جيب لي القمرايه الحلوه اللي على الشاشه دي، احنا مش عايزين نطلع على الشاشه، كفايه الوش السمح والجميل ده. انا بعكسك اهو، انا عندي بنوته من سنك تقريبا، اقل سنه. هي كوكا عندها 8 سنين. 8 سنين. ربنا يخليها لك. هي بتحب يعني احيانا كده بتقف معايا. بتعمل الحاجات البسيطه. بحاول اخليها تحب يعني. بشكل او باخر. ولا يجي منها وهي عايزه تطلع مذيعه. لا يجي منها مين يا فندم؟ ده مستقبلها. بسم الله ما شاء الله. قولي لي إيه ماما بتعمل ايه اكل حلو وعايزه تقولي لي على الهواء قدام العالم كله دلوقتي؟ السمبوسه. وكمان شاورما. والمحشي. تحب المحشي ورق عنب ولا كرنب؟ ورق عنب. بتحب الورق عنب اكتر. هتسلم ايدك يا ماما. بس ايه المفاجاه الحلوه دي يا شيف؟ والله العظيم بجد ميرسي. بقدره قادر دخلت كوكا. بقدره قادر جات لنا في الاستوديو. ايوه الحب. ايوه تغرفي لنا الشوربه. يلا بينا، عايزين نعمل حديث ودي كده مع كوكا. قولي لي يا كوكا،
تحبي اكل تيتا ولا ماما اكتر؟ ها؟ الاثنين راضيين عنك. يا تيتا تيتا اغلى. بص اكيد هي الاساس. ذكاء خارق طبعا. ايوه هي الاساس. هي كده كده عارفه انك بتحبيها. طبعا. وتيتا طبعا اغلى الولد الولد. والله طبعا. هي يعني تيتا تحب تاكلي من ايديها ايه؟ كوكا بتفهم. الملوخيه. ملوخيه؟ انت بنت حلال. انا اعمل لك ملوخيه النهارده. شم ريحه الملوخيه جميله ازاي؟ لا واعمل لك فتت ملوخيه جامده جدا. ماما هتغلف لنا الشوربه. يلا بينا. وانا هبدا احضر الفته لان الجمهور عايز يشوف ايه فته الملوخيه دي. اتفضلي استقبال. الله الله الله. شوف بقى ريحه الشوربه بتاعتها. اي حاجه فيها مشروم انا بعشقها. بموت في المشروم بحبه جدا. وادي العيش بتاع الفته حطه هنا كده. حلو. يلا يا جماعه قولوا لنا لماذا سميت قدره قادر بهذا الاسم؟ فرصه. فرصه ما تضيعوهاش. وفعلا زي ما هو قال قدره قادر هي عباره عن مكونين. وبقدره قادر بنحطهم على بعض. يعني اول بوله بنحط فيها الخليط بتاعها، البوله الثانيه الخليط بتاعها، وبنحط الخليط اللي في البوله الاولى اللي عملناه في الاول في الصينيه. وفي نصه بنحط الخليط الثاني. وبقدره قادر في الفرن بينفصل الخليط الاول عن الثاني وبتطلع الكريم كراميل فوق والكيكه بتنزل تحت. وعشان كده اسمها قدره قادر. لا وبعدين طعمها مميز كمان. قولي لي طعمها حلوه. كوكا بتحب الحلويات؟ ماما بتعمل ايه حلو في البيت؟ يلا قولي. انا مش عايزك مكسوفه. لسه كان عندي عزومه من يومين تقريبا. كنت عامله عيش السرايا، كان طالع حلو حلاوه يا شيف. كان طالع حلو جدا عيش السرايا. عيش السرايا ده جميل ده. كان اللي هو التوست بياخد الكراميل بتاعه. ايوه كان طالع حلو قوي. وعملت القشطه كمان انا في البيت. قولي لي بقى هواياتك ايه اليوميه؟ يومك ازاي بيبدا في البيت يعني؟ يلا قولي يا كوكا. يوم الاجازه بالذات يعني، احنا عارفين المدرسه بتروحي وترجعي وتعملي دروسك. اليوم العادي بقى بتخشي مع ماما المطبخ؟ بتعملي ايه؟ يعني لو عايزه اتفضلي. لو عايزه حاجه ساعتها. مثلا قالت لي اعمل عصير برتقال. تعملي عصير برتقال دايما؟ بتعملي عصير البرتقال صح كوكا؟ بتعملي عصير برتقال. بتحبي العصير الفريش؟ برافو عليك. يعني لما تكون بنوته في سنك وتحب الحاجه فريش دي حاجه حلوه. وبتعملي ايه كمان معايا ساعات؟ بتلفي معايا سمبوسه؟ لا مش لفيتي قبل كده سمبوسه. ايه كمان بتلفي السمبوسه مع ماما في المطبخ؟ طب مين من صحابك؟ هواياتك ايه؟ مين من صحباتك يحبوا ياكلوا من ايد ماما؟ قولي اسمهم عادي. على فكره كوكا بتغني. بتغني في كورال دار الاوبرا المصريه. حلو. واشتركت في حفلات كتير. و مكسوفه ليه؟ احكي. طب سمعينا دلوقتي. يلا سمعينا صوتك. غني اي حاجه. يلا. لا طب هي مكسوفه بس. لا لا لازم تغني. مكسوفه. انت ريحه الاكل مضايقاكي ولا حاجه؟ ايه رايك ليه مش عايزه الاكل؟ ايه رايك فيه؟ حلو. حلوه. شوف التركية دي يا استاذه نواه. شوف التركية دي. ايه ده؟ الله ده ايه يا شيخ؟ انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل الطشه بتاعت الملوخيه مكان تحمير الفراخ. دي مدرسه بوغازيه بقى. حلو قوي. لا لا فاتت عليك التاتش ده. بصراحه التاتش ده احنا الملوخيه لازم طشه. ماشي. هي على النار، هي بتغلى اهي. تمام. وعايز اعمل الشوق ده في البيت برضه زي ما بنشوف في بعض المطاعم. يجيبوا حلتين ويقعدوا يقلبوا الملوخيه قدام الزبون والجو ده. الست في البيت تقدر تعمل الجزء بطريقه بسيطه. بناخد الطاسه دي ونعمل التومه ونعمل الملوخيه على السفره عادي. ماشي. ولكن الجديد هنا ان انا عايز امسك الفراخ دي كده احمرها. بعد ما احمرها اعمل الطشه بتاعت الملوخيه. عشان يمكن علشان حضرتك تاخد النكهه الفراخ. النكهه بتاعت الفراخ بالظبط في الطشه. يعني وفي الطشه تنزل في الملوخيه. استاذه حضرتك بقى ترصها لي كده بشياكه. ايوه. على على الفته العيش. نحط كده. الله الله على الريحة. الله. ومكان الطاسة. والمغازي جاب الخلاصة. مكانها هنعمل الطشة بتاعتها. استنى رصينا الفراخ. حاضر. رص الفراخ على ال أنا مهتمة بس العيش. أعرف التطبيق. معلقة سمنة. أيوه. ست الكل أهو. أيوه. وعليها أول عايز الرز. أيوه. يلا. شوية الرز بقى بتوع الفتة الحلوين دول كده. دايما في الفته بنحط الرز كده ايه والعيش باين. كده
الله الله الله. وعملنا فته الملوخيه، وهنحط برضو ملوخيه على السفره للي مش عايز فته ياخدها كشوربه. شفت الجو ده كده؟ الله عليك شاطر في المطبخ. تسلم تسلم ايدك والله. انت بنت حلال، عايزك تشوفي ايدك استاذة نهى. سيبك من الفراخ، شوفي الحلاوه اللي انت عاملاها. ايه ده؟ شوفي الجمال. الله ده. شوفي يا كوكا، بصي ماما عملت ايه. طلعت والله شكلها جميل. لا 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 هي نيات، خلي بالك. الله يخليك يا رب. استنى نشربها شربات. وعلى فكره زي ما حضرتك بتقول فعلا، الاكل نوايا ونفس وكل حاجه حلوه في الدنيا بتطلع في الاكل اللي بتقدمه للشخص اللي انت بتقدمه. انا هطلب منك طلب، الشربات يحط الشربات. يلا الشربات يحط الشربات. تعالي ساعدينا شويه، انا عايز الشربات يحط الشربات. استني خليك وانا اجيب لك الشربات اللي جاي. استني احط بقيه الفراخ. تعالي تعالي اجيبها لك. استنى اقربها لك شويه. انا احنا خلاص غرفنا اهو شوربه. ما احنا لازم الاطفال نحببهم في المطبخ. صح، بنتك تخش المطبخ، حبيبها في المطبخ عشان تسيب التليفون اللي في ايديها. يلا يلا. شفت ازاي؟ يلا يلا. بصي هتعملي ايه؟ هتعملي كده ماشي، ومش توقعي اي حاجه في الارض. اوكي ولا في على الديسك كده. شايفه بالراحه؟ شفت الملوخيه؟ لا ريحتها جباره، ريحتها فظيعه. الله، هو ده. شفت التركه دي؟ الله يا ريكا كوكا. الله، حبيت الملوخيه فكت لسه جايه في الاخر وتفك يا كوكا. عايز الضحكه الحلوه دي. شفت ريحه الملوخيه؟ واضح انك انت ريحه الاكل الحلوه بتخليكي ايه تتكلمي. شفتي؟ الله على الجمال، الله على الجمال. احنا ناخد الطبق ده واحنا ماشيين، ايه رايك؟ نفطر بيه. تحت امرك، تحت امرك. ماما جايبه لي احلى قدره قادر، احلى هديه. تسلم تسلم يا شيف والله، بالهنا والشفا، وان شاء الله يا رب تعجبك. وهستنى بجد تليفونك تقول لي ايه رايك فيها. انا في امتحان على فكره يا جماعه، امتحان صعب جدا يعني. تخيلوا بتهدوا شيف حاجه، تخيلوا اكل. انت ثابته وجودك من زمان. الله يخليك. الله يخليك يا شيف، وكنت مبسوطه ان انا مع حضرتك. كل سنه وانت طيب. بهدي لك السفره الحلوه دي. اشكرك اشكرك اشكرك، نورتيني يا قمر، يا عسليه، يا شرباطه. كل سنه وانت طيبه. سلميلي على حضرتك. طيب ممكن استقبل طيب. حضرتك طبعا اتفضل بعد المفاجاه الحلوه دي كده. اتفضل طبعا، تنهينا الحلقه الحلوه دي. يلا بينا. طب ايه رايك كوكا اللي تنهيها؟ ايه رايك؟ انا يا طبعا. يلا 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 تعال يلا قولي. بصي بصي للكاميرا بتاعتك دلوقتي. اهي الكاميرا بتاعتك اهي، وحضرتك مدير الاختبارات كلها استاذ احمد عوض. ايوه هيكتشفك النهارده. ايوه ايوه اتفضلي. يلا قولي. فرحانه قوي النهارده، ورمضان سعيد. رمضان سعيد، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين مشاهدينا الكرام. اكله امي الاسم بس يفتح النفس اكيد، والشيف بكل التفاصيل اللي عملها لنا النهارده اكيد تفاصيل حلوه وجميله وريحتها تجنن. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا شكرا على الهديه الجميله. شكرا لحضرتك. انا اللي متشكره. شكرا شكرا.